سجل عدد من المؤشرات الاقتصادية أداء يوازي المستويات المسجلة خلال العام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، ما يعكس استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي. هذا ما كشف عنه تقرير المتابعة الدورية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي تم استعراضه في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، ما يدلل على نجاح الخطط والاستراتيجيات الحكومية نحو تحقيق الأهداف المنشودة لمواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب أحمد السلوم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، لو تطلعنا على قراءتك حول أداء المؤشرات الاقتصادية التي تم الكشف عنها يوم أمس خلال جلسة مجلس الوزراء. مساكم الله بالخير. في البداية، توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والدور اللي قام فيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أول يوم من بدأت هذه الجائحة، ووضع الخطط ووضع الاستراتيجيات سواء كانت على القطاع الصحي أو كان القطاع الاقتصادي أو القطاع التعليمي، كانت المبادرات من أول يوم موجودة ومدروسة، وكانت من أول وجود الجائحة وتوفير كل الإمكانيات اللي إحنا نحتاجها سواء على الجانب الصحي أو الجانب الاقتصادي، ابتداء من توفير الرعاية الصحية وتوفير التطعيمات اللازمة وتوفير الأمور الصحية اللي كنا نحتاجها والكوادر الطبية، وأيضا من توفير الحزم المالية اللي كان لها الأثر الإيجابي في استمرار ونمو الكثير من الأعمال في ظل هذه 18 شهر الماضية اللي كنا نعاني فيها من الجائحة. فاليوم احنا ما نستغرب عن هذه النتائج الطيبة والمؤشرات الإيجابية مقارنة ب 2019، بالعكس احنا نقول ان احنا البحرين نجحنا ونجحنا في تخطي هذه الجائحة، واليوم الأرقام هي تتكلم. احنا اليوم نتكلم عن ارتفاع في رخص البناء، ارتفاع في نقاط البيع الرئيسية، في مساحة البناء، في الصادرات، في الواردات، في السجلات التجارية. نسبة الارتفاع تتراوح بين 15% إلى 151%، وهذه نسب مقارنة بالدول العالمية تملك اقتصاديات كبرى احنا متفوقين عليها فيها، وهذا جاء على عمل جبار، جاء بتكاتف جميع الجهود، جاء بوعي المواطن البحريني وثقته في قيادته، هي اللي وصلتنا حق هذه النتائج اللي احنا الحمد لله رب العالمين اليوم نعرضها ونفتخر فيها. احنا متفائلين ايضا خير، ومتفائلين بعد ما رجعنا في الضوء الاخضر، وبعد ما تعافت ورجعت معظم المحلات التجارية والمجمعات التجارية، وأيضا بدأوا السواح يتوافدون على البحرين وبدأت الحياة الطبيعية، في ظل كل هذه الحمد لله لا زالت أن في سيطرة على عدد الحالات وعدد الإصابات وعدد الأمور كلها، فهذا يوحي أن الوعي وأخذ التطعيمات والثقة اللي الكل وثقها في قيادته اليوم وصلتنا حق هذه النتيجة. احنا جدا فخورين بهذه الأرقام، ونطمح إن شاء الله في أرقام أكثر وأكثر جاية، ونطمح أن احنا نعوض ما سبق من ظل هذه الجائحة، وثقتنا كبيرة في الجميع. نعم، سعادة النائب أحمد السلوم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.